مع الباص صغيره لما نيجي هنعرفها. بس في كريمتين كتير جدا هي والفايبروبلاست، دول اهم خليتين هيكونوا واخدين عنها. تمام كده يا شباب؟ طيب هنبدا كده. خليه المره اللي فاتت خدنا ست خلايا اندر ترانشيت سبايمال سيل، فايبروبلاست، فايبروسايت، ريتيكولار سيل، وبعدين واحده اسمها اندوثيليال، واخر واحده كان اسمها بيريسايت. تمام؟ تمام. اسف يا جماعه، عندي خلية النهاردة اسمها يا شباب أديبو سايت. اسمها يا شباب الخلية أديبو سايت. أديبو سايت دي هو السؤال أو هو الاسم اللي بيجي في الامتحان، إنما اسمها التاني أو عنوانها التاني وانت كده تعرفه اسمها دكتور فات سيل، الخلية الدهنية فات سيل. تمام؟ اذا الخلايا الدهنيه هي من خلايا كونكتيف تيشو اسمها اديبوسايت واسمها الثاني فات سيل. تمام كده؟ بص طبعا مش محتاج اقول لك ان الخليه دي هتتوصف زي ما بنوصف اي خليه بلايت مايكروسكوب، وبعديها تقول لي الكترون مايكروسكوب، وبعد كده تقول لي وظيفتها. وظيفه سهله جدا. طيب وبرضو افكرك ان ده كان فيه شيب وكان فيها دكتور نيوكليوس وكان فيه سايتوبلاز، والسايتوبلاز هي سيدوفيليك ميزوفيليك، كلام بقى سهل خالص. بص هتلاقي عندك مقسم لك الخلايا الدهنيه في جسمك لعنوانين كبار، عنوانين. تمام؟ عنوان الاولاني هتلاقيه كاتب لك كده رقم واحد حاجه اسمها يوني، يوني يعني احادي واحد، يوني لوكيولار، لوكيول يعني حجرة، لوكيول يعني ايه؟ حجرة. يوني لوكيولار يعني احادي الحجرة. ايه احادي الحجرة دي؟ هفهمك حالا ما تستعجلش. المهم ان ده نوع من خلايا دهنية اسمه يوني لوكيولار فات سيل. طب اذا كان ده يوني لوكيولار فالنوع الثاني اسمه مالتي لوكيول. بص دايما زي ما قلت لك المره اللي فاتت، عود نفسك دايما من العنوان يا جماعه تطلع معلومه او اتنين عشان تريح نفسك. خلاص انا بقول لك خليه دهنيه، يبقى بدايه الكلام ان الخليه دي بتصنع الدهون وبتخزن الدهون، صح كده؟ ده معلومات يعرفها رجل الشارع العادي. تقول له ايه وظيفه الخلايا الدهنيه في جسمك؟ اقول لك دي الخلايا اللي بتخزن الدهون. اكيد يعني. الفكره بقى بتخزن الدهون ازاي؟ هو ده اللي هنشوفه. الخليه الاولانيه عشان اجيب لك من الاخر، الخليه الاولانيه بتخزن الدهون ككتله واحده كبيره، بمعنى الخليه بتلاقيها كده اهو وتلاقي الدهون فيها كبيره كده، كل دي فات، هي حته دهون واحده كبيره بس كده. التانيه بقى لا، عباره عن خليه برضو بتخزن الفات بس بتخزنه على شكل حتت كده. طب هو يعني يا دكتور هو ده هيفرق معايا؟ اه هيفرق معايا، وهنشوف حالا هيفرق ازاي. يبقى اللي بتخزن الدهون على شكل، شوف الكلمه اللي اقولها، وان لارج ليبيد دروبلت، وان لارج ليبيد دروبلت، كتله واحده او قطره واحده من الدهون كبيره، وان لارج ليبيد دروبلت بقول عليها يوني لوكلر احاديه الحجره. اللي بتخزنها بقى على شكل ليبيد، على شكل ليبيد دروبلتس، يعني حتت ليبيد كتيره، بقول عليها مالتي ايه؟ لوكيول. يبقى بدايه الكلام لسه ما شرحتش حاجه. انا كل اللي قلته العنوان، ان اول خليه عندي يا جماعه اسمها اديبوسايت. هو عارف ان هو لو كتب فات سيل انت تعرفها، فما بيجيبش في الامتحان ولا الام سي كيو فات سيل، يقول لك اديبوسايت. طب انت عارف ان اديبوسايت هي الايه؟ الفات سيل. وتقول لي يا دكتور بدايه الكلام عندي، الفات سيل دي في منها نوعين، خلايا دهنية أحادية الحجرة متعب. بقول لك بلاش العربي، يوني لوكلر وإيه؟ ومالتي لوكلر. وأنا قبل ما أخش في الشرح فهمتك اللعبة دي زي دي. بص الفانكشن واحدة، الفانكشن مش هحط لك فيها خط، هنا زي هنا. الفكرة بس دي والله يا فندم بتصنع دهون وبتخزنها، ودي بتصنع دهون وبتخزنها، بس دي بتخزن الدهون as a one large lipid droplet، قطعة واحدة كده من الدهون قدامك، إنما دي حتت دهون كتيرة في الخلية. طب تعالى نشوف دي ونشوف ازاي طريقه التخزين اثرت على الخليه. بص يا عم شكل الخليه قدامك اهي راوندد، لارج راوندد سيل،
خليه زي الدايره. بص يا عم، مش انا دايما قلت لك اربط ما بين شكل الخليه وما بين النواه؟ دايما الخليه الراوندد النيوكليس بتبقى سنترال راوند، حلو كده؟ يعني الخليه لما تبقى دايره النيوكليس كمان تبقى دايره كده اهو. خليه راوندد النيوكليس سنترال وراوند. ده الكلام ده في الخلايا العاديه، انما حضرتك عندك وان لارج ليبل دروبلت. فبص انا هكتب في النيوكليس كلمه حلوه قوي، displaced to periphery. يعني ايه الجمله دي يا شباب؟ displaced يعني ايه؟ حاجه زقتها او حركتها، زقتها فين؟ في البريفري. في طالب هيجي هنا يكتب يا دكتور النيوكليس اهي، بص النيوكليس اهي قدامك، هرسمها اهو بالازرق اهي يا دكتور، النيوكليس اهي قدامك اهي. في واحد هيشوف الشكل ده ويقول لي خلاص يا عم ما هي بريفرنت صح، بس انت لما تكتب له ديسبليز تو بريفري ده بقى غلط. كانك عايز تقول للدكتور ايه؟ يا دكتور ده النيوكليس اصلا ما كانش ده مكانها، انما غصب عنها ديسبليز اتزقت للبريفري عشان في ايه؟ ها؟ وان لارج ليبت دروبليت. تمام كده يا شباب؟ فهمنا كده؟ يبقى ركز معايا. ادي اول حاجه اثرت فيها طريقه التخزين. لما الخليه خزنت الدهون ككتله واحده كبيره، الكتله الكبيره دي يا شباب زقت النيوكليس في البريفري. فانت خليك دقيق بقى، ما تقولوش النيوكليس في البريفري، لا قول له ديسبليز تو بريفري عشان تعرفه انها اتزقت غصب عنها. طب كمل معايا يا عم. سيتوبلازم، مستني ان انا اقول لك اسيدوفيليك او بيزوفيليك صح؟ سؤال كده الاول، هو اسيدوفيليك وبيزوفيليك دي انت بتوصل بصبغه ايه؟ اتش اند اي اللي برفع فيها درجه الحراره 60 درجه. الدهون الكتلة دي تستحمل؟ يبقى هتدوب. دي سولف. يبقى يا دكتور لما جيت صبغت بال اتش اند اي الفات الكبيرة اللي قدامك دي حضرتك دي سولف يعني دابت. وماله يا عم؟ سابت لك المنظر اللي انا رسمه لك ده بالظبط. فراغ والنيوكليس في ناحية. اللي شاف الموضوع ده هتسمعوه في السكاشن في الهيستولوجي اكتر ما بتسمع اسمك. اسمه يا جماعة ايه؟ زي فص الخاتم، اسمه كده، اسمه سيجنت رينج ابيرنس. سيجنت رينج ابيرنس، سيجنت رينج ابيرنس. بص انت، بص دي شغله عملي نظري. كلمه سيجنت رينج ابيرنس دي اللي هتخرج منها من الحته دي كلها، ماشي يا شباب؟ ايه السيجنت؟ اقول له يا فندم ده منظر الخاتم. طب ده بيبان لك امتى؟ اقول له في اليوني لوكيولار فات 7. ليه؟ اصل يا فندم الخليه مخزنه الدهون على شكل وان لارج ليبل دروب والنيوكليس مسقوقه في ناحيه. لما انا جيت اسبق كل الفات ده داب، فساب لي منظر خليه فاضيه والنيوكليس موجوده في ناحيه شبه الخاتم، فص الخاتم، وده كله ايه؟ رينج. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى دي رقم واحده تكتبها في السيتوبلازم، سيجنت رينج امبيرنس. طب سؤال بقى ليكم، انت جيت صبغت الاتش اند اي راحت الدهون دابت وشكرا، اسكت على كده ولا دور على صبغه تصبغ لي الفات؟ ايه بقى الصبغه وخدناها اللي كانت بتصبغ الفات؟ حد فاكر؟ كانوا اثنين. سودان. كان في واحده يا شباب اسمها سودان 3، واحده اسمها سودان بلاك. طب سودان بلاك بتدي لون بلاك، السودان 3 بتدي لون ايه؟ اورنج. تمام كده؟ عرفت السيتوبلازم بتاع اليونو لوكيولار بتكتب فيه ايه؟ هتكتب يا دكتور سيجنت رينج ابيرنس سودان 3 سودان بلاك. الناس اللي بتسالني وتقول يا دكتور انا مش عارف اذاكر ايه ولا ايه ولا احفظ ايه ولا ايه؟ يا ابني المصحح ما بيقراش، عينه بتقع على حاجات. خلاص كده؟ انا لو هصحح خليه زي دي هدور على دول سيجنت رينج سودان 3 سودان بلاك، لقيتهم والله ما هكمل. اصل واحد كاتب دور مش هتقعد بقى تقول له بقى الالكترون فيه ايه والوظيفه ايه يعني؟ ما اي حد في الشارع هيقول لك خليه فاتسي اللي بتصنع دهون يعني مش قصه. انما واحد عارف سيجنت رينج، عارف السودان سيلي والسودان بلاك، خلاص تمام كده؟ يبقى دول اهم حاجه هنا اهو. تمام؟ تعال نقول من الاول تاني، خليه اسمها ايه يا شباب؟ سيبك من الفاتسي اسمها ايه؟ اديبو سايت. كم نوع من البريفري؟ يعني اتزقت في البريفري غصب عنها. خش على السيتوبلازم الاول اتش ان دي، مفيش سيجنت رينج ابيرنس بتسكتش، عايز ابين الفات اللي موجود. خش بقى السودان 3 والايه؟ والسودان بلاك، ده هيجيب لك لون اورنج، السودان 3 والسودان بلاك لون بلاك. تمام؟ طيب بص كده على الخليه اللي قدامك، في
في الالكترون. هسألك سؤال واحد، الاورجانيل اللي هي الميتوكوندريا وجورجي والاريان والحاجات دي كتيره ولا قليله؟ قليله طبعا، قليله اصلا في السيتوبلازم ده، هو الخط ده بس. يبقى فيو اورجانيل، اورجانيل قليله يا دكتور. قليله ليه؟ عشان انت اصلا ما عندكش مكان، ده انت الليبر بروبلي دي خدت كل المساحه. سيب الوظيفه في الاخر لما نيجي على الخلايا الثانيه. بص، اللي فهم الخليه الاولانيه اليونيلوكولر هيعرف يجاوب دي بالظبط. بصوا يا شباب، الخليه دي ممكن تقول عليها راوندد، وممكن تقول عليها كلمه جميله اسمها بولي جونال. بولي جونال ده خدناها قبل كده، اللي هي عباره عن ايه؟ حد عارف؟ مضلعه. بولي جونال مضلعه، يعني لو هترسمها صح هترسمها كده يا شباب، يعني ما هياش راوندد قوي المنظر ده كده. بولي جونال سيل. ماشي، النيوكليوس بقى ديسك ديست وبريفري برضه؟ لا. هو انت عندك وان لارج ليمت دروبل؟ انت عندك ليمت دروبل صغيرين. يبقى انت لو حطيت كده يا دكتور النيوكليوس مش بريفري ومش سنتر، امال ايه؟ بص كده هنا اهو. حد شاطر فاكر الكلمه اللي بيقولها هنا؟ اكسنتريك. الكلمه دي ما تنساهاش عشان هتعدى علينا النهارده تاني. اكسنتريك، كنت بقول لك اكسنتريك دي ما بين السنترال وما بين البريفرال. طب اقولها ازاي يعني دي بالعربي؟ قولها بره السنتر. بره السنتر يعني ما انتش في السنتر وما انتش في البريفرال، بره السنتر بشويه. اسمها اكسنتريك. خلاص؟ السيتوبلازم خش بالاتش ان دي الاول. ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هتلاقي الخلية مخرمة، صح ولا لا؟ الحتة دي هتدوب ودي هتدوب ودي هتدوب ودي هتدوب ودي هتدوب ودي هتدوب، فهتلاقي الخلية فيها مالتيبل فاكيولز. فاكيول يعني فراغات أو تكبير فيزيكال، فيصلات بس فاضي، امتي فاكيول. تمام؟ هي الفاكيولز دي كانت مكان إيه؟ كان مكان ليبت، كان في دهون في الاماكن دي، فالخليه بقت عامله زي السفنجه مخربه كده. ماشي يا شباب؟ طيب انت قلت لي هنا في اورجانيل، هنا برضو في فيو اورجانيل؟ ركزوا معايا يا شباب، في فيو اورجانيل برضو؟ امال ايه؟ لا عادي، اورجانيل عاديه، جولجي واري ار وميتوكوندريا. بص، لحد دلوقتي انا فعلا بعد ما خلصت دي ودي اكتشفت ان فعلا طريقه تخزين الدهون اثرت معاك في شكل الخليه في السيتوبلازم في مكان النيوكليوس في عدد الاورجانيل، مش كده ولا لا؟ لما خزنتها كوان لارج ليبل، احفظ الجمله دي حتى اكتبها يا اخي جنب العنوان، وان لارج ليبل دروبلت، كتله واحده كبيره، وان لارج ليبل دروبلت، خليتها في النيوكليوس ديسبليز تو بريفري. انما هنا سنتر اورجانيل هنا قليله ومفيش اصلا سيتوبلازم، انما هنا كتير عادي جدا. هنا ظهر عندك سيجنت رينج، انما هنا ظهر مالتيبل فاكيول، فراغات empty spaces. طيب تعال نشوف بقى الفانكشن ناحيتين. طبعا اكيد اي حد هيقول لك وظيفه الخليه دي storage of fat. ايه الجمله الثانيه اللي انا كاتبها؟ انرجي هيموستيزس. اوعى تقول هيموستيزس. هيموستيزس دي يا اولاد اللي هو بقى هيموستيزس بتاع الدم اسمه اللي هو البلط نوت. الكلمه اللي انا كاتبها دي اسمها هوميوستيزس مش هيمو. هيم اللي هو الدم، هوميوستيزس يعني بالانس زاد. طب يعني ايه برضه انرجي بالانس؟ والله انت يا فندم لو عندك فات سيل كتير هتطلع لك طاقه كتير، فبالتالي هيبقى عندك انرجي بالانس. تمام؟ واكيد انتوا خدتوا ان جزيء الفات الوحيد بيطلع حوالي 9 وشويه كالوري، مش كده؟ 7 ناس 7 ناس سلتين. المهم ان هو اكثر من الكربوهيدرات ومن ايه؟ من البروتين. مش كده يا شباب؟ كده مشكله؟ تمام؟ يبقى الوظيفتين دول والله دول بقى مش هيفرقوا، يوني لوكولار مالتي لوكولار، انا كده كده بصنع واخزن دهون، والدهون دي بستخدمها في اتزان الطاقه. حلو كده يا شباب؟ الكلام ده صعب. الكلام ده فيه حاجات، الحاجات دي بتيجي شورت نوت كتير جدا. تمام؟ طيب قبل ما امسحها واخش، هما خليتين بس النهارده، حصه صغيره بس مهمه. قبل ما امسحها كده اسيب العناوين واشوف الناس فاكره ولا لا. سيب الرسمه يلا بالمره. شوف معايا دكاتره. اديبوسايت كام نوع؟
يوني لوكر وايه نمسك اليوني لوكر شكلها كان ايه لارج راوند نيوكلس كانت فين اسبليزت وبريفري مش بمزاجتي حاجه زقتها تمام خش على السيتوبلازم الاول اتش ان دي هيطلع لك منظر اسمه سيجنتري هتسمعه كتير قوي في السكشن سيجنتري كبير واحنا نشوف في العمل تمام طيب مش هقنعني يا عم موضوع سيجنتري ده انا مالي انا مش كده مش جايز يكون اللي ده ده ميوكس مش الميوكس برضو خدنا في الجوبل سيل انه بيدوب بدرجه الحراره يبقى بص في الهيستولوجي ما تعتمدش على حاجه اسمها ايه ده كان في هنا حاجه وراح مفيش كده ماشي سيجنت رينج بس انا عايز حاجه تصبغ الدهون هلاقي حاجتين ايه هما سودان سيري سودان سودان سيري بتدي لون ايه اورنج وسودان بلاك بلاك سيتوبلازم كلمه واحده اورجانيلا قليله ولا كتيره قليله طبعا لان اصلا الليبيد دروبلت واخده معظم المساحه سيب دي وتعالى على الناحيه الثانيه مالتي لوكلر الشكل ده اقول عليه ايه بوليجونال مضلع بوليجونال النيوكليوس برضه اقول عليها ايه سنتريك يعني ايه سنتر بره السنتر بعيد عن السنتر شويه طب هنا بقى هتلاقي سنتريك ابيرنس مالتيبول فاكيول كلمه فاكيول يا شباب يعني مالتيبول امتي فاكيول فراغات امتي فاكيول والاورجانيل هنا تبقى ايه كتير دي اول خليه فيها حاجه صعبه الخلية كده يبقى احنا خدنا بالظبط سبع خلايا بتوع الحصة اللي فاتت ستة ودي رقم سبعة وانا قلت لك ان الخلايا من اول خالص ركز معايا في الحتة دي من اول حاجة بدأتها في الشابتر ده لما جينا نتكلم عن الخلايا كنا قسمنا يا جماعة الخلايا لحاجتين خلية كانت عندي اشيل بتطلع وتعيش وتموت في الكونكتيف تيشو كنت بسميها ايه ده يا شباب؟ تكسر ودول 8 احنا قلنا 7 فيهم لسه واحده وخليه ثانيه كانت بتطلع من البون مره وتروح على البلاد ومن البلاد تروح على فين كونكتيف تيشو الخليه دي كنت بسميها ايه كنت بسميها شباب فيه. يبقى الخلايا اللي عندك حاجتين يا فيكسد يا ايه القاعده دي بقى انساها في السبع خلايا افتكرها انما في اخر خليه انساها بقى اخر خلية دي يا جماعة اللي هنتكلم فيها حصة النهاردة اهم خلية في المنهج بس مش بقولك كونكت اهم خلية في المنهج خلاص اسمها ايه اسمها الاول كده ماكروفاج يعني ايه ماكرو كبير وفاج يعني بتاكل فهتلاقي جنب العنوان مكتوب عندك الخلية دي بيج ايتر اسمها يا شباب بيج ايتر ده ترجمة الجملة حرفيا ماكروفاجي يا بيج ايتر اكول كبير تمام ايه قصة بقى الخلية دي عادي ايه يعني يا دكتور اكبر خلية في المنهج وبرضه هنوصفها بلايت مايكروسكوب وبرضه هقول لك الكترو مايكروسكوب وهرجع هنا اقول لك برضه الفانكشن ايه يعني اقول لك بص معلش انا معاك في الكلام ده وبرضه هتقول لي ان في هنا شيب ونيوكليوس وسيتوبلازم وبرضه ما فيهاش مشاكل انما عشان دي اكبر خليه فلازم عينك تقع على حاجه مختلفه الزياده بقى هنا عنوانين زياده عنوان في الاول اسمه الاوريجين لاول مره ناخد العنوان ده وعنوان تحتيه اسمه ديستريبيوشن يعني ايه ديستريبيوشن توزيع انتشار الخليه دول بقى علمنا كده عليهم حاجه جديده نيو عنوانين جداد يبقى الخلية دي بس بتتوصف بكام عنوان؟ 5 3 بتوع ال ام اي ام فانكشن بينزل بعنوانين جداد عنوان اسمه اوريجن وعنوان اسمه ديستريبيوشن ايه يا عم حكاية الاوريجن دي؟ بص دي بقى فيه تكات كتيرة قوي في الخلية دي ركز معايا أول تكة طبقا لكلامي إن عدد الفيكسد سيل 8 فالمفروض إن الخلية دي إيه؟ فيكسد هقول لك انسى القاعدة اللي فاتت دي خالص واول حاجه تعرفها عن الماكروفاج ان الخليه دي فيكسد وفري ايه ده يا عم فيكسد وفري اقول لك اه الاثنين مع بعض ازاي بقى دي ليها قاعدتها قاعدتها بتقول لك ايه الخليه دي الاوريجن بتاعها من البون مارو نخاع العظم ومن نخاع العظم بتطلع من خليه اسمها مونوسايت احفظها زي اسمك
مونوسايت، واحدة من خلايا الدم اسمها مونوسايت. لما نيجي الترم الثاني في شابتر البلد ان شاء الله هقول لك المونوسايت الفانكشن بتاعتها النظر سيل اوف ماكروفاج. الام بتاعت، يبقى اول معلومه اعرفها ان الام الماكروفاج دي بتيجي من خليه ام اسمها الخليه دي معايا كده اسمها ايه؟ مونوسايت. اسمها ايه؟ مونوسايت. ماشي. المونوسايت دي موجوده في نخاع العظم في البومر. بعد ما تخرج من المونوسايت هتروح على البلد، ومن البلد هتروح على الكونكتيف تيشو. اول ما توصل الكونكتيف تيشو كده مفيش مشاكل اهو، تمام. قدامها حل من اتنين، يا تفضل في الكونكتيف تيشو وخلاص والحمد لله يا عم احنا وصلنا الكونكتيف تيشو هقول عليها فيكسد، يا اما بعد ما راحت الكونكتيف تيشو قلت لك لا يا عم انا هرجع تاني البلد، هروح الكونكتيف تيشو وارجع البلد هقول عليها ايه؟ فري. بص بقى معايا، شوف القاعده دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، انسى دي. دي كانت بسيطه قوي، خليه عاشت وهتموت في الكونكتيف تيشو اسمها فيكسد، خليه طلعت من البوم مره وراحت البلد راحت الكونكتيف تيشو اسمها فري. سيبك من الكلام ده، ماكروفاج فيكسد وفري مع بعض، والفيكسد والفري ماكروفاج بيطلعوا من المونوسايت، والفيكسد والفري بيروحوا الدم، والفيكسد والفري بيروحوا الكونكتيف تيشو. اول ما يوصل الكونكتيف تيشو يتفرقوا بقى. الفيكسد تقول لك شكرا انا لفيت كتير هقعد في الكونكتيف تيشو مش عايز حاجه تاني كده بقى اسمها فيكسد. الفري بقى تقول لك لا الكونكتيف تيشو ده مش عاجبني انا هرجع تاني البلد، لا يا عم انا هرجع الكونكتيف تيشو. تقعد تتنقل من هنا لهنا اقول عليها ايه؟ فري. انما كده كده الاوريجين واحد، خليها اسمها يا شباب مونوسايت. ده اول معلومه. في حاجه صعبه؟ طيب تعالى الديستريبيوشن يقول لك ايه بقى؟ في الديستريبيوشن ده يعني التوزيع، ايه التوزيع ده؟ بص انا هكتب لك جمله حلوه قوي، الماكروفاج بريزنت ان موست اورجان اند تيشو، موجوده في معظم الاورجان والتيشو بتاع الجسم. يعني انت عايز تقول لي انها متوزعه في جسمي كله؟ طب وايه يعني؟ هو فايبروبلاست موجوده في معظم الكونكتيف تيشو اللي في الجسم؟ لا، هنا بقى الرخامه في ايه؟ بط، زير، نيم، ديفر اكوردنج تو تيشو. يا نهار، يعني انت عايز تقول لي ان كل ما تروح تيشو او اورجان تاخد اسم مختلف؟ ده حاجه بايخه قوي طبعا. يعني انت تلاقي عندك طول ما انت ماشي بقى في المنهج خليه واسمها حاجه ثانيه خالص، خليه مثلا ناخدها اسمها كفر سيل في الليفر، حاجه غريبه كفر سيل تاني بيقول لك دي ماكروفاج. خليه هناخدها مثلا السنه دي في النيرف، في النيرف الجهاز العصبي اسمها جلايا، جلايال سيل. بقول لك الجلايال سيل دي ماكروفاج. يعني هي مشكله مش انها متوزعه في الجسم، مشكله انها كل ما تروح حته تاخد اسم مختلف. واحد قال لهم ايه؟ بصوا يا جماعه ايه يعني بتروح تاخد اسم مختلف؟ انتوا دلوقتي طالعه سنه اولى موجودين في القاعه دي، ممكن تلاقي طلبه في سنه اولى موجودين في قاعه ثانيه درس ثاني، طلبه في سنه اولى في سنتر ثاني انما دول حاجات مختلفه واساميكم مختلفه وفي اماكن مختلفه، انما ممكن الموكم كلكم تحت عنوان اسمه الفرقه الاولى، تمام، او سنه اولى. طب تمام كده يا شباب. فواحد قال ايه يعني الماكروفاج متوزعه في كل الجسم، وايه يعني لما يبقى ليها اسم في كل حته؟ انا هلمهم تحت عنوان واحد، العنوان ده اسمه مونو نيوكليار يعني احادي النواه فاجوسيتك سيستم. يعني السيستم اللي بيعمل فاجوسايتوزيس واللي الخليه بتاعته مكونه من ايه؟ فيها ايه؟ نواه واحده. اللي هو اختصار ايه يعني السيستم ده؟ هو عباره عن ماكروفاج متوزع في جسمي، اللي في المخ بقى مع اللي في الكبد مع اللي في الكلى مع اللي في الانتستين مع اللي في اللن، كل دول كده لمهم تحت الاسم ده، اسمه يا شباب مونو نيوكليار فاجوسيتك سيستم. هو في الامتحان عارف انه لو جاب لك سؤال قال لك ماكروفاج كله هيعرفه. السؤال تخيل بقى السؤال ده قد ايه مهم، عمره ما جه ماكروفاج، هما بيقول لك جيف اكونت اون ايه؟ مونو نيوكليار فاجوسيتك سيستم. هو عايز كده طبعا متلخبط
لا ولا ايه تلخبط يا عم. مونو نيوكلير فاجوسيتك سيستم هو عباره عن ايه؟ عباره عن ماكروفاج ان ديفرنت تيشو وذ ديفرنت نيم. وتشرح الماكروفاج عادي جدا، الاوريجين المايت الالكترون الفكره، بس انك هتبتدي بالديستريبيوشن. مش كده شباب؟ تمام كده لحد دلوقتي بقى. واحده واحده، الموضوع بسيط. ماكروفاج اسمها الثاني ايه؟ او اسمها بيج ايه؟ بيج ايه؟ جايه منين الماكروفاج دي؟ عايز اسمع. مونوسايت اسمها الخليه. مونوسايت، المونوسايت دي موجوده فين؟ في البون مارو. موجوده فين؟ في البون مارو. بعد كده بتطلع من المونوسايت تروح على فين؟ على البلاط. ومن البلاط على بعد الكونكتيف تيشو قدامك طريقين، لو فيكسد هتبقى ايه؟ قاعده في الكونكتيف تيشو. طب لو رجعت البلاط اقول عليها فري، ده الاوريجن. تمام؟ خش على الديستريبيوشن. موجوده الموست اورجان اند تيشو، موجوده فين يا شباب؟ موست اورجان اند تيشو، بس المشكله انها ايه؟ ديفرنت نيم. طب لما يبقى ليها اسامي مختلفه السيستم على بعضه بيبقى اسمه يا شباب مونو نيوكلير فاجوسيتك سيستم. مونو نيوكلير فاجوسيتك ايه؟ سيستم. هتلاقي عندك جدول كده في الكتاب والمذكره، كل تيشو واسم الماكروفاج فيه ايه. الجدول ده مش للحفظ، يعني ممكن تحفظ لك مثال او اثنين اكزامبل عشان تبقى اجابتك ايه شكلها شيك شويه. تمام؟ بعد ما تقول والله يا فندم هي متوزعه في معظم الاعضاء بتاع جسمي وليها اسامي مختلفه، بس انا بلم الاسامي دي تحت اسم واحد اسمه مونو نيوكلير فاجوسيتك سيستم. اكزامبل والله مثلا في الليفر بيبقى اسمها كذا، في السكن بيبقى اسمها كذا، وشكرا. يبقى انت كده اجابتك شيك وما سبتش حاجه. تمام؟ طيب تعال نخش بقى على العناوين العاديه. شيبو نيوكلا سايتوبلاس، الخليه ستيلين. يعني ستيليت يعني نجم. يعني ستيليت نجم. طيب نيوكليوس سنتر، مش هقول لك بقى يعني ايه سنتر خلاص احنا عارفين. سايتوبلازم اسيلو بيت، سؤال بسيط قوي. في حاجه تخلي السايتوبلازم ميزوفيليك؟ استنى بروتين ريفرجيت، استنى بروتين. في حاجه تخلي السيتوبلازم ميزوفيليك؟ ايوه بتصنع برضو، بتصنع بروتين، بتصنع بروتين. انا دي لا. خليه بتاكل، واقول لك ايه خليه بتاكل. لا 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 اشيلك صوره عامه. صوره عامه ايه؟ لان خلاص قصده يعني ان هو بيتعامل بيغمق. اه ماشي خليها سيدو فيك، لانها ببساطه اركيلا مفيش حاجه تخليها ميزوفيليك، لا بتصنع بروتين ولا بتبسط. خليها واضح بالنسبه لها بتاكل، يبقى ايه اللي خليها ميزوفيليك؟ عايز تفكر كده بالظبط، لا بتصنع بروتين ولا بتنقسم، يبقى سيدو فيك وخلاص. بص في بس ملاحظه، الكلام كده سهل. خليه شبه النجمه النيوكليوس اكسنتريك السيتوبلازم اسيدو فيك، كلام سهل. انما في هنا تكه صغيره لازم تعرفها، وهنا حاجه صغيره لازم تعرفها. الشكل بتاعها ستيليت صح اهو يا عم. خليه شبه النجمه وخليه هي زيها وخليه هي. اول حاجه ليه ها معايا يا شباب، ايه رايك في المسافات بين الخلايا؟ لا كبير ها كبير. والموضوع ده انا مش محتاج افكرك بيه، بنتكلم في كونكتيف تيشو، واحنا اتفقنا في اول الكونكتيف تيشو بالتحديد لما كنا في وسط السيل. ايوه حد فاكر الكلمه اللي بنقيس اسمها ايه؟ فار ابارت. فار ابارت يعني ايه فار ابارت؟ بعيده عن بعضها. حلوه قوي. بص بقى التكه بتاعتك تقول لك ايه؟ خليه شكلها نجمه وبعيد عن بعض مفيش مشاكل، وهم قاعدين كده اهو في وسط الكونكتيف تيشو نجوم كده بعيد عن بعضها، فجاه لقوا بكتيريا راحوا ايه؟ جمعوا بعض تمام، وقفوا صف واحد قصاد البكتيريا دي كده. بالمنظر ده كده في عدو اهو بكتيريا، فكله ايه نادى على بعضه، ابراهيم مش عارف عبد الرحمن مش عارف ايه، كله جم مع بعضه كده ووقفوا صف واحد. ايه رايك؟ ايه رايك في المسافات بين الخلايا؟ قلت صح. اللي شاف الكلام ده قال لك استنى كده، يعني الماكروفاج لما بتبقى اكتف وخلاص هتخش على بكتيريا بتقرب من بعضيها والله والمسافات بتبقى قليله، اقول له تمام خلاص. ده فكرني بانهي نسيج بالايبيثيليا، فبيتحول اسم الماكروفاج الاسم بس ايبي سيليويد سيل. اقراها كده تاني اسمها ايه؟ ايبي سيليويد سيل.
يجي بقى يسألك في الشفوي الابيسيليوريت سيل دي ايه؟ طبعا انت لو مش عارف مخك هيروح فين؟ الابيسيليوريت. لا 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 هي ماكروفاج بس اكتف بس قول له كده اكتف ماكروفاج. طب ليه يا ابني سموها ابيسيليوريت؟ قول له يا فندم الابيسيليوريت دي يعني شبه الابيسيليا لانها لما بتبقى اكتف بتقرب قوي من بعضها فبتبقى شبه نسيج الابيسيليا. انما الكونكتف تشوف خلايا فارقه برضه بعيده عن بعضها. فهمنا الاسم ده؟ ان دي تكه في الشيب. تقول له دكتور خليه ستيليت وعليها معاصي مفيش مشاكل بس لما بتبقى اكتف صف واحد مسافات صغيره تحول اسمها الى ابيسيليوريت. وترجمه الحرفيه للاسم شبيه الابيسيليا. ابيسيليوريت يعني شبه الابيسيليا. خلاص كده يا شباب؟ طيب محدش ينسى ابيسيليوريت دي. السيتوبلازم. لا البروسيس اللي من الشوكه. بصوا يا شباب السيتوبلازم انا قلت لك عليه اسيدوفيلك. اسيدوفيلك دي انهي صبغه؟ ها؟ اتش ان دي. طبعا كلنا فاكرين الاتش ان دي كنت بتاخد الخليه السامبل سواء من انسان او من حيوان او من اي حاجه وتاخد الخليه بقى تحطها في الايه في اسمه ده الفورمالدهايد الفورمالين وتطلعها والالكحول والكحول زيلول وتكون الخليه شبعت موت. صح كده؟ تمام؟ واحد بقى لك بص انا افكر فكره حلوه جدا خالص. هي مش الماكروفاج دي وهي جوه جسمي بتاكل اي حاجه الله اي حاجه هتقابلها تاكلها. ايه رايك اما احل لها الصبغه وهي صاحيه تقوم تاكل الصبغه وتتصبغ. ده الكلام ده من غير ما اطلعها من الجسم واموتها والكلام ده خالص. الموضوع الجميل ده يا جماعه اسمه فايتال ستيت. لو سألك يعني ايه دي من الحتت اللي اتلغت في اول شابتر خالص بتاع الميكروسكوبيه بس برضو مكتوبه هنا في النص فلازم تعرفها. فايتال ستين يعني بتصبغ الخليه وهي صاحيه من غير بقى ما تقعد تطلعها وخش بقى في الشمع البرافين وطلع والزيلول والالكحول والحراره الكلام ده مش موجود. خليه في جسمك يحلها صبغه تاكلها تاخد الصبغه انت تحك على الخليه. ماشي كده؟ طيب الفكره دي انت هتحقن صبغه. طب انا هجيب الماكروفاج منين؟ انا انسان اهو عايز اتفرج على الماكروفاج اجيبها منين؟ تحت الجلد. ده بقى الفكره بتاعت الوشم. بيعمل الوشم بيعمل ايه؟ هو الوشم ده ايه؟ بيجيب صبغه لونها اسود احمر ازرق زي ما يحب ويحقنها تحت. مين اللي مستني تحت الجلد؟ ماكروفاج. تاكل الصبغه وتفضل قاعده. طول ما الشخص ده عايش ماكروفاج قاعده في جسمه واكله الصبغه ومديها اللون. لو واحد بقى عايز يشيل الوشم دي حاجه صعبه. ليه؟ ما هو انت هتضطر تموت الماكروفاج اللي تحت جلدك. فهمت ازاي يا شباب؟ تمام كده؟ يبقى اذا فكره الماكروفاج اسيلوفيلك ده اتش ان دي وشكرا. خلاص؟ في حاجه ثانيه بقى تعمل فايتال ستين. يعني ايه يا دكتور فايتال ستين؟ يعني تحقن لها صبغه وهي صاحيه. الصبغه اللي بنحقنها يا جماعه في حاجه اسمها تريبان بلو. تريبان بلو احفظ الاسم. وحاجه اسمها انديان انك. انك يعني حب. انديان انك. تريبان بلو وانديان انك. تريبان بلو السنه اللي فاتت اسمه ده ام سي كيو. تريبان بلو دي الصبغه بتاعت الماكروفاج. الصبغه دي عاديه ولا فايتال ستين؟ فايتال ستين. يبقى دي التكه بتاعت السيتولوجي. بص والله يا جماعه الخليه سهله. ايه انا حاسس ان الموضوع كبير بس هو لو بصيته كده في الاخر هتلاقيه سهل. كل الموضوع انك بعد ما تخلص سهل في تكات صغيره اعرفها. يعني حته الابيسيليويد دي ها حته الفايتال ستين تمام. الكلمتين اللي قلناهم في الاول تمام ما عادش فيه كتير خلاص. تعالى بقى نقولها كده من الاول تاني. الخلايا الماكروفاج يا شباب اسمها ايه؟ او ترجمه الاسم ايه؟ بيج اي. طالعه من خليه اسمها مونوسايت. الخليه دي موجوده فين؟ في البون مارو. بعد البون مارو تروح على البلاط. بعد البلاط تروح على الكونكتيف تيشو. لو فضلت في الكونكتيف تيشو اقول عليها لو رجعت تاني البلاط ده اقول عليها كده. اللي انتوا اللي بتقولوا ان الماكروفاج فيها فيكسد وايه؟ ده اسمه الكوريشن. ديستريبيوشن لعبه بسيطه قوي تافهه قوي يا دكتور. خليه موجوده في معظم الاورجن والتيشو بس المشكله انها في كل تيشو بتاخد اسم مختلف. انا بقى هلمهم باسم واحد اسمه ايه؟ ها اقرا معايا مونو نيوكليار فاجوسيتك سيستم. خلاص كده؟ تعالى على الشيبو نيوكليار سيتوبلازم. شكل الخليه ايه؟ ستيليت. نيوكليس ايه؟ سنتيز. سيتوبلازم اسيدوفيلك. بعد ما تقول ستيليت دي تقول لي ايبس. امتى تظهر كلمه ايبسيليويد سيب؟ لما تبقى اكتف نشطه لان المسافات بتقل ما بينها. ممكن يقول لك جيب ريد. تاني حاجه
غير اسيدو فيليك في حاجه تانية اسمها فايتال ايه سين اسامي الصبغات لو سمحت تريبان بلو انديان انك تريبان بلو وانديان انك طيب الكترو في حاجه لازم اكتبها في الالكترو رقم واحد خد بالك ورا الجزوم واري ار يعني بقول لك اسيدو فيليك تكتب ايه اللي جالك النهارده يا ابني تكتب ايه يعني اقول لك السؤال اللي جاوبته يا جماعه مش الخليه بتاكل اول اللي لي كتب ايه لايزوزو بس ده مجاوب انت كده اللي اقول لك اللي كتبته ده انا كاتبه كله عشان الناس اللي كاتبه شكلك كتبت ايه الفرق بين الفايتال والسوبرا فايتال بص هو الفايتال برضه عشان اقول لك على حاجه انت كده بتطلع بص الفايتال دي انت بتبقى الخليه صاحيه بس برضه انت ما طلعتهاش انت طلعتها برضه من الجسم يعني عينه وفيها الخليه صاحيه وحللتها الصبر السوبرا فايتال هي بقى اللي بتاعت الوشم والحاجات دي انت خلاص بقيت جوه الجسم تمام اوكي يا شباب بصوا معايا اللايزوزوم ايه اللايزوزوم طبعا جهاز الرقم بتاع الخليه وانا قلت لكم واحنا بنشرح درس اللايزوزوم يا جماعه لو انتوا فاكرين في درس اللايزوزوم كنت بقول لك لو عايز تدرس اللايزوزوم هتدور عليها فين في الماكروفاج يبقى لما نيجي نشرح خليه الماكروفاج طبيعي ان انا اقول لك ان اول اورجانيل يبقى مين لايزوزوم مش كده وبس كمل معايا ده ثاني حاجه لقيناها في الالكترون حاجه اسمها فاجوسوم لايزوزوم ده الحاجه اللي بتربط الفاجوسوم ده ايه الحاجه اللي بتاكل الحاجه اللي ايه اللي بتاكل طب بص بقى دي ريزيدوال بودي ايه الريزيدوال بودي دي عندها جست الفضلات بص دي الحاجه اللي هتهضم دي الحاجه اللي اتهضمت ودي نواتج عمليه الهضم برضو الناس اللي بتقعد تقول لك احفظ ايه واكتب ايه درس ماكروفاج الكترو اكتب 1 2 3 لايزوزوم بعد كده بقى جولجي ار اي ار ميتوكوندريا ما حدش يبص لدول ليه ما هو دول اساس اكتب لي لايزوزوم فاجوسوم ريزيدوال بودي دول بس اشوفهم اعرف الخليه بتعمل ايه بتاكل ماشي كده يا شباب في مشاكل تمام كده طيب اخر حاجه ورا في الحصه الفانكشن بصوا يا شباب دي واحده خلاص فانكشن يلا غلا ثانية يا شباب وظيفتها رقم واحد بصوا يا شباب الخلية في الأول خالص بتاكل زي ما قلنا أي حاجة إيه دليلك؟ دليل يا دكتور إن حتى لما حطيت لها صبغة خليتها يعني فعلا هي بص بالبلدي كده بتنظف التيشو كلمة بتنظف أو منظف هتلاقيها مكتوبة عندك وظيفة اسمها إيه؟ سكافينجر سكافينجر يعني منظم ترجمها كده او لو ترجمتها برضو في القاموس الالكتروني او في جوجل هتلاقي معناها برضو كناس تكنس التشو سكافينجر ما تمشي حاجه بروتين غريب هتاكل بكتيريا فيروس خليه ميته هتاكلها صبغه تاكلها بتنظف التشو ده اول وظيفه ثاني وظيفه ماكروفاج بتبقى قاعده في الاسبلين مخصوص عشان حاجه محدده الايجد ار بي سيز يعني ايه كلمه ايجد ار بي سيز اللي عاش اكتر من 21 كبيره في السن ار بي سيز اكيد انتوا عارفين عمرها 120 يوم بعد 120 يوم تاخد بعضها وتطلع على الاسبرين خلاص بقى لازم تموت تلاقي الماكروفاج قاعده هناك تاكلها وتاكل الهيموجلوبين كمان مش كده يا شباب دي تاني وظيفه ثالث وظيفه دي سهله حاجه اسمها ديفنسيف فانكشن بتدافع واحد يقول له دكتور ديفنسيف فانكشن اجينست عارفين يعني ايه اجينست ضد البكتيريا واحد يقول لك لا ديفنسيف فانكشن اجينست الفيروس في كلمه هتاخدها تمام سنه ثالثه المايكرو اسمها اجينست مايكرو اورجانيزم كلمه اورجانيزم يعني كائن حي مايكرو اورجانيزم دي اللي هي الكائنات الدقيقه دي ترجمه الكلمه حرفيا اللي هي بقى بكتيريا وعشان ما نقعدش بقى نقول بكتيريا وفيروس والكلام ده اقول لك ديفنسيف فانكشن اجينست مايكرو اورجانيزم كل مايكرو اورجانيزم بقى يقابلك ثلاث وظائف لحد دلوقتي سهلين قوي بتنظف التيشو
بتشيل الار بي سيز الكبيره في السن من الاسبولين وبتيجي على الايه ديفنسيف فانكشن جينست اي مايكرو جينس. اخر وظيفتين دول مفروض كبار عليك شويه هتاخدهم في سنه ثالثه، بس انا هقولهم لك وحاول تفهمهم معايا. بصوا يا جماعه، وظيفتين في ثلاث كلمات نقولهم خلاص حصه خلصت. حاجه اسمها انتيجين، انتيجين ده اللي هو الجسم الغريب، بريزنتنج سيل، انتيجين بريزنتنج سيل ده وظيفه الماكروفاج. عايز ترجمها بقى؟ يعني خليه بتقدم الانتيجين، وظيفتها انها بتقدم الانتيجين، انتيجين بريزنتنج بتقدم، بتقدمه لمين؟ لما تبص بتقدمه لجهاز المناعه. طب وليه يعني بتقدمه لجهاز المناعه؟ جهاز المناعه يا اخي شوفه. بص، في بعض الكائنات او الانتيجين بكتيريا او فيروس بيبقى بالبلدي كده مستخبي مغير في تركيبه، فالجسم المناعي مش قادر يتعرف عليه. تيجي الماكروفاج بقى تنقطه، تاخد البكتيريا دي تتعامل معاها باللايزوزوم بقى بخلافه، وبعد كده تطلعها وتقدمها للانتيجين. تقول له ادي اهو، تقدم قصدي الايه؟ لجهاز المناعه. تقول له اتفضل ادي انتيجين اهو. يبقى وظيفه الماكروفاج انها بتاخد الانتيجين تمام وتقدمه لجهاز المناعه. طب ليه جهاز المناعه من اول ما تعرفش على الانتيجين؟ الانتيجين ده مستخبي مغير تركيبه. فالوظيفه على بعضها اسمها ايه؟ انتيجين بريزنتنج سيل. هتعدي علينا فين؟ وتاني وهو هتعدي علينا كتير، اعرفوا من دلوقتي. تقدمه لمين يا شباب؟ لجهاز المناعه. كده الوظيفه الاخيره Dedicated immunity. ايه immunity؟ مناعة. كلمة ديديد يعني ايه؟ عن طريق الخلية. يعني ايه يا دكتور مناعة عن طريق الخلية؟ يعني ايه ده الانبار؟ بص يا عم، برضه احنا جايين عليه في الفتاة دي بكتيريا، بكتيريا دي بتاع دي بكتيريا اهو. دي كده بكتيريا وانا جهاز مناعه عايز اتعامل معاها عن طريق يا اما اطلع انتي بودي يروح يهاجمها في الموضوع. انا قاعد في مكان اهو وعمال ايه اطلع انتي بودي عليه لحد ما اموتها. ده الطريقه الاولى. طبعا ما كنتش مالهاش دعوه بالكلام ده. الطريقه الثانيه ايه بقى؟ ان انا ابعت لها خليه تروح تاكل. ده اسمه سن جديد. رايك بقى المكروفاج المناعة عن طريق الخلية مش عن طريق الانتي بودي. فهمتني دي كده؟ الخلية اللي بتطلع انتي بودي دي اول خلية اللي بتبدأ تحس بيها ان شاء الله. مش كده يا شباب؟ بس. بص انا في نفسي ليه انا افضل من كده وانا بس